الدعاء اليوم التاسع. يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا أنوار السحر. لحظات أخرى جديدة تنقضي، وأيام أخرى من رمضان تزول ولن تعود من أعمارنا أبدا. هذه الليلة التاسعة لا يمكن أبدا أن تكون اليوم السابعة، وقد لا نلقى هذا اليوم مستقبلا، وهذه أكررها في كل يوم. أعني ذكر إن نفعت الذكرى. هذه الأيام التي إن لم نستغلها بشكل رائع بما يتفق مع ما يريده الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد سوف لن تكون لنا فرصا أخرى. الفرص تمر مر السحاب، وبالتالي علينا أن نقتنصها. والفرص ليس فقط هي أوضاعا اقتصادية وظروف وامتيازات معينة حياتية نقتنصها، بالعكس هذه الاقتناصات قد تكون زائلة، منصب، راتب، مبلغ، طعام، شيء. ولكن أعتقد اقتناص مرضاة الله والمغفرة وحب الله ورزق الله إلينا في لحظة عندما نكون متبتلين وملتصقين بالله وأنقياء بدعائنا، بالتأكيد هذه لن تعادل الدنيا كلها بكنوزها. كل ما نجني هو زائل، ليس لنا، هو لغيرنا إطلاقا. طبعا لن أقول كلاما ساذجا سوف نخرج يقول لك بقماش، وحتى القماش ما راح تخرج به، يعني يقول لك بقطعة قماش بيضاء، أنت راح تأخذ قطعة قماش معك إلى الآخر، يعني حتى هذه لن تأخذها معك، ستأخذ معك فقط العمل الصالح ومرضاة الله، وشيئا وسنة وتصرفا ومالا وشيئا تتركه فيه خير. أما لو تركت سنة سيئة وتصرف سيئة وأخلاق سيئة، فبالتأكيد ستكون عليك وبالا يوم القيامة. ولهذا هذه الأيام علينا أن نتفانى في اقتناصها، وإلا بالتأكيد لن تنفع كل محاولات في استرجاع لحظة من هذه اللحظات إن لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون بين أيدينا مستقبلا. هذا اليوم انقضى ونحن اليوم في اليوم التاسع. في هذا اليوم كنت أتذكر، يعني هل حصل تحريف يعني في أشياء معينة تخص الإسلام؟ هل فقدنا أشياء؟ طبعا أنا لا أتطرق إلى الأمور الطائفية أبدا، لا والله، لا نحاول أن نبتعد عن هذا الجانب كثيرا، ولكن عندما نعيد شيئا من الحق هذا لا يعني أننا نؤكد حقا على حق، بل أن نؤكد الحق، وتأكيد الحق واجب، وبالتالي فهو ليس تعصبا لجهة أو مكان أو أي شيء. اليوم كنت أقرأ لأحد يعني أحداث معينة في التاريخ الإسلامي استوقفتني كلمة خطيرة جدا. أحد الصحابة يعني بعد معركة الجمل كان قد جاء وزار الكوفة وصلى في الكوفة خلف الإمام علي، فقال والله هذه الصلاة استرجعتني إلى الصلاة التي كنا نصليها خلف رسول الله. قال ويحك، وما الصلاة؟ قال لا، حصلت أشياء، يعني هنالك أشياء فقدناها عن سنة رسول الله في الصلاة، فيبدو أن هنالك شيء عظيم حصل، تطورات، تغيرات كثيرة حصلت، يعني وهذه أدعى ذلك الآن الدليل أنه حصل تطورات كثيرة جدا، وإغماط لشيء وإظهار لشيء وإبراز لشيء وإضافة لشيء. ولذلك طلعنا الآن نحن نشوف الرسول كان يجتف لو كان يسبل، متحولنا إلى طوائف، البعض يقول الرسول كان يسبل، البعض كان يقول يجتف، صلوا كما رأيتموني أصلي. معقولة الرسول ما شافوه يعني اللي صلوا بحجة الوداع
اللي 120,000 ما كانوا يعرفون الرسول كان يصلي يعني 120,000 صلى مع الرسول في حجة الوداع. وين هذا الرأي؟ ألم يحددوا الصلاة؟ ليش اختلفنا يعني؟ إذن أكو أشياء حصلت، أكو شغل، أكو جهد، أكو فد عملية صارت. هذه العملية أخوان لا يتصورها البعض بسيطة. قد يقول معقولة هذا هذه سنة رسول الله وهذا قرآننا وهذا إسلامنا لا تغيير إليه، ومن يغير المسلمون لا يقبلون. لا أخوان، الظرف ما كان كما تفكر به بوقت الحاضر. كانت هنالك خصوصا في الفترة الأموية يعني هنالك قتل وتشويه وذبح وتغيير وإيجاد أحاديث كاذبة وإيجاد دعاة كاذبين وإيجاد أبو هريرة وإيجاد أشغال، أشياء كثيرة وجدت. الأمويون أرادوا أن يخلقوا ثقافة أموية، أرادوا أن يجدوا دينا أمويا، أرادوا أن يجدوا أشياء كثيرة أموية. لا يمكن أبدا للإسلام أن يكون الإسلام الذي يسير عليه الأمويين، ولا يمكن للأمويين أن يكونوا أمويون ويسيروا على الإسلام الذي جاء به محمد. خط محمد شيء وخط الأمويين شيء آخر، اتجاه محمد عليه الصلاة والسلام شيء واتجاه الأمويين شيء آخر. لهذا لا يمكن للأمويين أن يقولوا والله نحن نخالف سنة رسول الله ونحن كذا. لا بالتأكيد يعني، ولا يظهر معاوية يقول نعم أنا أغير. لا بالتأكيد، حتما يعتمد على أناس يعني بطريقة أو بأخرى يقنعونهم، بعض المنافقين يأتون وغيره. ولذلك أوجد لبطا جديدا، وذلك وصلت الظروف ووصلت السنة المحمدية إلى العباسيين عندما كتبت في نهاية الفترة الأموية وبداية الفترة العباسية. كان هنالك تراث مختلط ليس كله نقي يعني، ولذلك ظهرت، شوف تلاحظون، ظهرت الفرق وظهرت الأشياء الكثيرة. هذه الأشياء ألقت بظلالها على المجتمع الإسلامي، وهي طبعا هذه الاختلافات كانت اختلافات سياسية، لم تكن اختلافات دينية ولا فقهية، كانت بالضرورة بالأساس هي اختلافات سياسية. ولهذا ظهر هذا الشيء. الآن بدأ الكثير من الناس يستشفون هذا الشيء، وقد وجدوا يعني، هي مو احنا الآن نكتشف، لا يعني تصوروا، احكي لكم حالة للتشويه اللي صار وللسنة النبوية التي وصلت إلى العباسيين كيف كانت. عندما كان أحمد بن حنبل يعني في بغداد في الزمن العباسي، كان يعدون الخلفاء الراشدين ثلاث، أبو بكر وعمر وعثمان، ماكو الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الثلاث. علي مو بالخلفاء، علي زمن فتنة لا يعدونه خليفة. تصوروا يعني ماكو شيء اسمه الخلافة، يعني واحد يقول لك الخلفاء الأربعة، لا هي صارت بعدين. الخلفاء ثلاث، أبو بكر وعمر وعثمان، ماكو شيء اسمه علي. أحمد بن حنبل جاء وهو قائد الفقه السني طبعا، قال والله إن الخلافة لتتشرف بعلي، وعلي لا يتشرف بالخلافة. يعني شنو الخلافة؟ ضيف العلي؟ لا، علي إذا اعتبرتم الخلافة الراشد يضيف للخلفاء شيء يعني. ولذلك أخذ أول من أخذ يطلق هذه من الجانب السني طبعا، عفوا من الفقه السني، هو أبو حنيفة، عفوا أحمد بن حنبل، قال إن علي بن أبي طالب هو الخليفة وهو من أوثق الخلفاء، بل هو من أصدق الخلفاء حسب قول أحمد بن حنبل. ولذلك بدأ الشيوخ يسبون أحمد بن حنبل في جوامع بغداد،
يعني أحمد بن حنبل كان ينساب أيضا في بغداد، قال لي يفعلوا ما يفعلوا. الخلفاء أربعة، وعلي واحد من هؤلاء الخلفاء، بل أن أفضل الخلفاء قال أحمد بن حنبل. وهذه كانت جدا مزعجة، واعتبرها أكبر كلمة ثورية وكلمة جدا غير طبيعية، أنه أحمد بن حنبل قال أن علي هو أفضل الخلفاء. مجرد هذا قامت الدنيا، قال والله ليفعلوا، أنا أقول ما أقتنع به، علي يشرف الخلافة. أن أنتم تشيلون علي من الخلافة لا تنقصه من علي شيئا إذ لم تجعلوه خليفة رابعا، ولكن عندما تضيفون عليا الخلفاء الأربعة بالتأكيد تعطونا لها بعدا آخر. تصوروا يعني مو بزمن الأمويين اللي بالتأكيد ماكو خلفاء، خلفاء ثلاثة بزمن الأمويين، علي بن أبي طالب هذا مجرم وزنديق وكافر ومارق وسيء، وهذا ولا يصلي ولا يصوم ومرتد. يعني حتى عندما قتل الإمام علي أهل الشام قالوا شو ليش هو علي يصلي؟ يعني تصور علي ما يصلي، علي بد واحد مرتد عن الإسلام وفاجر، فاجر وزنديق. تصور يعني في نظر أهل الشام علي بن أبي طالب اللي الآن احنا ننظر له، علي بن كلمة علي معناها فجور، فسوق، مجون، خروج عن الدين، قتل، ذبح بلا أخلاق، بلا، هذا علي بن أبي طالب. تصوروا إذن هذا التراث شلون صار أولا وهل ذهب؟ بالتأكيد لا. يعني أولا شلون صار الشعب إن لم يكن هنالك شغل وجهد وثقافة وتثقيف وأناس وأموال وكذب وبراطيل وغيرها حتى اقتنع الناس وأخذوا؟ وبعد هل هذا التراث يذهب؟ يعني هذا السب والشتم والكلام لا، أيضا استمر في فترة العباسية. عندما كتبت السير، كتبت السير تلاحظون ماكو وجود لعلي بن أبي طالب، ما وجود، لا يوجد وجود لأهل البيت، لأهل البيت لا وجود لبني هاشم حتى. يعني فهذه الأمور تركت وألقت بظلال ذلك. ترى عندنا شيوخ منحرفين مثل ابن تيمية، يعني الرجل اللي يعدونه شيخ الإسلام وهو رجل يعد عليا شخصية يعني لا يعتد بها، وشخصية يعني بها مثالب كثيرة. وذلك اليوم أنا كنت حزين جدا، شفت فيديو لواحد سيء اسمه طه الدليمي يسب ويشتم علي بن أبي طالب ويقول يعني الآن لو ننبش بالتاريخ ترى علي شخصية مهزوزة، شخصية تافهة، شخصية غير محترمة، شخصية علي بن أبي طالب هذا واحد لا قاتل ولا شيء، ولا ترى خلونا ساكتين، ترى احنا خلونا ساكتين ساكتين، ترى احنا لو نطلع حسب قوله هذا ننبش ترى على علي نطلع هواي شغلات، ترى احنا ساكتين عليه، احنا ومن قال انت تمثل اهل السنه؟ قل احنا اهل السنه. منو انت اهل السنه؟ انت منو قال انت تمثل اهل السنه؟ السنه براء منك يا ولدي، يعني اطلاقا ابدا. السنه يعدون عليا من اصدق الصحابه، ويعدون عليا من أقرب الناس لرسول الله، ويعدون عليا هو الشخص الثاني في الإسلام. فمنين أنت جبت هذا؟ كيفك أنت يعني؟ شلون اعتبرت لسان حال السنة أنت؟ مثل واحد يطلع الشيعي يقول لك أنا أتكلم باسم الشيعة. أخوان هذه الأصوات إن لم تخرس فانذروا بأزمات كثيرة. الآن بدأوا يتمادون، أخوان بدأوا يتمادون. طلع مرة واحد مذيع في قناة مصر، يعني مصري هو، مات حسابه عند الله، كان يتقول عن الحسين، حسين ده ايه ده حسين، ايه ده حسين، ده رايح راجل لا شال سيف ولا راجل جبان، وجابوا يزيد حطوا في هذا ايه، فلأتونا بالحسين، حسين ايه يعني، تصوروا هذا. بعدين ورا اسبوعين ثلاثة الله سبحانه وتعالى أخذه وهو شاب 30 يعني. سيكون مصير هذا المجرم، هذا طه الدليمي اظن اصلا ما اعرف والله اللهيبي او الدليمي ما ادري يعني ما اتذكر، يعني من شده ما كنت انا منزعج اليوم من هذا الفيديو. هؤلاء الناس مدفوعي الثمن اخوان، هؤلاء الناس مدفوعي الثمن. كما يطلع واحد يسب مثلا الصحابه ويسب امهات المؤمنين وهذا يحاول ان يقول انا الشيعي،
ويحاول أن يخلق ثغرة. كذلك الآن بدأت أصوات أخرى، أصوات بدأت تتجرأ تتكلم عن الزهراء، تتكلم عن الإمام علي، تتكلم عن الحسين. هذه لم تعهده الأمة الإسلامية، يعني لم يتجرأ إلا الأمويين. يعني الآن هناك ثقافة أموية بدأت تتكون، وفي نحن والعياذ بالله في مرحلة شرذمة وصراع كبير. يعني هذه القضية، والمشكلة أنه الآن يوجد السوشيال ميديا ويوجد هذه المنصات اللي كل واحد قاعد ببيته وقاعد بأوروبا خاتل بقرية بالسويد ما أدري بالنرويج ويسب ويشتم براحته ولا أحد يوصله ولا شيء. يدفعوا لك واحد سافل، يعني واحد شنو ما شنو مسلم شنو ما بهم سفلة وما بهذا، واحد زنديق، واحد عايش على أشياء معينة وعندما تجي فلوس تجي هذا، فبالتأكيد هو يسب ويشتم ويخلق أزمة. واحد مجرم يعني قاعدين كلهم برا ما شاء الله هم الأهم. ولذلك حقيقة هذه الأصوات الآن بدأت تعلو. نحن نريد أن نقرب الناس، وهؤلاء الأصوات الآن يعني تتوقعون هاي الأصوات وهذا طه الدليمش، تتوقعون هذا بريء؟ يعني هيك إنسان فكر واكتشف بالتاريخ أن علي بن أبي طالب شخصية سيئة وجبانة وكذا وشنو وما بخير وفد واحد كذا وشخصية غير محترمة ولم يكن صحابيا جليلا ولم يكن هذا، فد كلام ما أنزل الله. يعني تصورون أن هذا هو شيء متطوع؟ يعني وين وجد هاي المعلومات؟ وين هذا مقابل ملايين المعلومات التي تتحدث عن أبي الحسن وما قدمه وشخصيته؟ يعني هيك باحث هيك، يعني هو من خلال علمه إن لم يكن رجل مدفوع له الثمن ولأغراض سياسية. يعني بدأوا يتجرؤون، يعني بدأت ناس تتجرأ من الطرفين طبعا، بدأ السب والشتم والتجريح والقدح بشكل لم نعهده. يعني وهذا مسألة خطيرة أخوان، في زمن السوشيال ميديا ومسيطرة على الشباب وغيرها، تعرفون التطرف موجود لدى جانبين يمتلئ هذا. ليش دول الدواعش الذباحة اللي جونا من الشام وشمال أفريقيا ومن الجزيرة العربية ومن بوسنة وما أدري منين، ما أدري من الشيشان، ما أدري من أفغانستان، ذولا شلون صاروا وحوش؟ أليس بهذا الفكر؟ هذا الفكر يخلق وحوش الإخوان، وطلاعي وهذا الوحشية من خلال هؤلاء الناس. يجب أن يكون هنالك قدرة على لجم هؤلاء الناس وإيقاف هذه الأصوات النشاز التي أخذت تغذي وأخذت تتجرأ وتسيء على هذا الطرف وذاك. حقيقة العملية ليست سهلة. الآن المراهقين والشباب الصغار ليست لديهم أرضية، لا يملكون ما تملكون أنتم من كياسة وحصافة وغيره. لا، هذا إنسان ممكن تسير بلحظة، تحول إلى وحش، تحول إلى يعتبر الشيعة كذا والسنة كذا وغيرها. ولذلك هؤلاء قنابل موقوتة، يجب 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 أن نمنع هذه القنابل عن طريق أبنائنا. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى في برنامجنا لكي نعيش هذه اللحظات التي تعيشونها الآن في الوقت الحاضر. حتما من تعمل لكم هذا السحور ومن يتعبد ومن يتابع لكي يستزيد ويستفيد، بالتأكيد الكل الآن منشغلين بشكل كثير. طبعا أكو ناس أيضا منشغلين بالخروج والطلعة والمطاعم، وأيضا يعني في الجانب الاجتماعي جميل جدا الواحد يمارسه بس مو يومية. حلو برمضان، ليالي رمضان جميلة والله جدا رائعة، خصوصا للأسرة والعائلة. واحد يطلع يأخذ عائلته يروح يقعد مطعم، يروح يقعد مكان، يقعد حديقة، يقعد أي شيء أو هذا. ولكن يوميا أعتقد ليس فيها من رمضان شيء، أي ممكن تعملها بالأسبوع مرة يعني. حلو رائع، يوم الخميس اليوم يعني أوكي حلو. يحتاجها الإنسان، يحتاج إلى شيء من الترفيه والترويح عن النفس. ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
بالتأكيد نصيبنا الدنيا هي هاي الحياة الخضرة والطبيعة والزوجة والأبناء وهذه الأشياء والنجاح في الحياة والتلذذ بجماليات الحياة وبمناظر الحياة وبملذ يعني وهذه أسئلة جدا طبيعية وجميلة. لكن في رمضان يعني واحد لا يجعلها يوميا وبالتالي تصبح وكأنما رمضان هو خروج بالليل ويطلع واحد لابس ومتأنق ومتعطر وطالع ويتسحر برا ويرجع يعني ورا صلاة الفجر يمكن يصلي للفجر وينام يأخذها للفطور وبعدين يقعد للفطور أيضا يفطر يأخذ شوية هذا قاعد راح يشوف له مسلسلين بالفضائيات أو ثلاث مسلسلات للساعة 11 يطلع أيضا وهكذا. يعني أعتقد هي هذا جو ترفيهي. يعني هنا الناس سؤال يعني هل رمضان شهر للترفيه يعني أم شهر للعبادة؟ هو شهر للعبادة جميل، شهر للعبادة طيب. ممكن يعني ممكن تمارس هاي المفردات الزيارة والأهل والطلعة وكل هاي المفردات الجميلة تمارسها بشكل طبيعي، ولكن ليست يوميا وليست هي السياق الدائمي اليومي الذي يحصل لديك. لا هنالك خصوصا في العشر الأخير الأواخر من رمضان هذه طبعا فرصة كبيرة جدا يجب أن يقتصر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام كان في العشر الأواخر يشد المئزر يعني تهيئ توزر مثل ما نقول هذا للعشرة ويبقى حد للصباح يعني يتعبد ويقرأ ويدعو الله وإليها. هذا رسول الله المبعث من الله سبحانه وتعالى. فإذا في العشرة الأواخر شيئا طبعا سنتحدث عن في العشرة الأواخر سنتحدث عن فضل هذه الأيام وعن ليالي القدر وأيهما أقرب والروايات التي ذكرت وسنذكر كل الآراء يعني ليست رأي طائفة. ويعني بالضرورة أنا شخصيا لا أؤمن بوجود ليلة واحدة للقدر في العشرة. أنا أعتبر ليلة القدر كلها وأيضا الله ورسوله عندما جعلوا ليلة القدر مبهمة حتى نبقى كل عشرة أيام نعتبرها هي ليلة القدر. يعني ليلة القدر واحد بالامتحان امتحان بسيط تبقى له 20 يوم تقرأ له امتحان بسيط تطلع به تأخذ 60-70-80 هذا. فما بالك في ليلة عظيمة جدا أوجدها الله سبحانه وتعالى هي خير من 1000 شهر. يعني 10 أيام يعني أعتقد يعني تستحق 10 أيام يعني تستحق يعني. وهي أيضا بها شوف أكو شيء اسمه التنميط الاجتماعي التنميط الحياتي. يعني الإنسان اللي يعيش في مجتمع مهذب ويعتاد التهذب يكون مهذبا. الإنسان اللي يكون في مجتمع داعر عفوا يمارس يعني الدعارة وغيرها وشنو سيكون داعرا عفوا. والإنسان في مجتمع يعني وبالتالي هذا يسمى بالتنميط الاجتماعي والتنميط الحياتي أي يتنمط ويكون نمطا يسير عليه. الإنسان عندما تزداد عنده أيام التبتل والورع والتقرب إلى الله سيتنمط وبالتالي سيكون دائما قريبا وسيعتاد عليها وسيمارسها. أما أنه الواحد والله يوم بالسنة يلا اليوم نقعد ما اسمه يطلع يومية والله بس هاي اليوم أنا عذروني عندي من 12 للأربع الصبح هاي عذروني بها اليوم هاي ليلة القدر وخلاص صحيح عفها سنة اللخ ما لا تترك أثرا تنميطيا. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صلاتنا وإلى صومنا ولكن ليش خلى صلاة خمسة صلوات يعني لماذا خب صلاة واحدة اللهم ارحمنا وارزقنا وهذا هذا خطر. أنت تتنمط تعيش دائما في حالة التساق وارتباط مع الله سبحانه وتعالى. ليش هذه ممارسة تصبح عادية؟ أنت دائما أجى الفجر لك علاقة بالله سبحانه وتعالى رغبة وخوفا. خوفا يجعلك هنالك رادع عظيم يمنعك من ارتكاب السوء وأيضا طمعا في الله الاعتماد عليه. يجي الضحى بعدين الظهر أيضا هنالك ارتباط بالله
يحسسك بوجوده والتساقه والتساقك به، وأيضا أنت تحس بأن هنالك قدرة عظيمة جدا فاعلة عليك وأنت فاعل بها في الحياة يعني. وهذا دبج العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا يعني. لذلك هذا هو نوع من التنميط يعني، الإنسان يعتاد عليه، وعندما يعتاد يصبح جزء من شخصيته، وعندما يصبح جزء من الشخصية النفس تتشذب يعني، بالتالي يصير النفس والروح والقلب يصير جزء من هذه الكينونة الروحية المتواصلة. أما إذا أنت تخشع والله ليلة واحدة وتنقطع عن الجوارح والملذات والموبقات، والله ليلة خلاص روح، ستبقى نفسك طائشة راكضة وراء الملذات وغيرها. مثل البعض يعني، أنا أعرف أصدقاء يعني، وحتما قد يكون البعض منهم الآن يتابعونه يعني، رجل طيب ونقي وورع وإنسان، بس يشرب خمر، بس برمضان ما يشرب. يا ليش؟ لا حرام. هذه كنت أحكي بها قبل ساعات. يا ليش ما تشرب؟ ليه يعني أنت برمضان ليش ما تشرب؟ والله حرام. لا رمضان لا، رمضان عندي مقدر. لا لا استغفر الله، لا العياذ بالله، أهني أشرب؟ لا والله أبدا. زين ما دام هي لا والله وأبدا، زين أنت ليش مشلب بها يعني؟ يعني خب اتركها يعني، هي لا هي كسير الحياة ولا هي الماء ولا هي الطعام ولا هي الجنس ولا هي الأولاد ولا هي الزوجة ولا هي المال. هذه الأشياء كلها أنت قد يكون واحد الإنسان ما يستغني عنها، الزوجة والأطفال والأولاد والمال والحياة والهواء والماء، أي كلها ما حيقدر يستغني عنها يعني. ما دام تقدر شهر تستغني عنها خب استغني عنها. لا يعني هي القعدات ما تحلى إذا ما هيش، إذا القعدات ما تحلى والعلاقة هاي من شنو، والحياة ما تحلى بدون جيجارة، والحياة ما تحلى إلا بعلاقة كذا، والحياة ما تحلى إذا بممارسة معينة، وبالتالي الحياة ما تحلى. وهذا ما تشوف نفسك أنت غرقان ب700 موبقة سيئة جدا، وتقول لي أنا والله يعني برمضان ما أشرب يعني، شو رمضان ما أشرب يعني. بالتأكيد يعني لو عندما أسأل هذا الذي لا يحتسي الخمر في رمضان، أنت ليش تمارسها؟ والله هي الحياة هيك حلو. زين ليش متمارسها برمضان؟ لا حرام. حلو. زين ليش ما دام حرام ليش ما هذا؟ لا تعرف يعني، هذا تصير عادة الحياة. ليش ماكو تنميط؟ هذا الإنسان الشاب شوفوا هي حتى مرتبطة بالمجتمع، ذلك البيئة. الشاب اللي عايش في بيئة من الشباب يشربون كلهم، ولو الحمد لله يعني احنا يعني ما دا احكي عن نفسي يعني، انا عشت في بيئة يعني شباب في السبعينات كلهم كانوا لا يعوذ بالله يشربون الكل يعني، وكل بين بار وبار اكو بار، كان في بغداد بين بار وبار بار، ماكو مكان ما ب 20 30 40 50، كان حوالي 1500 بار ببغداد يعني، عدد مهول جدا يعني في بغداد يعني. فبالسبعينات هذه طبعا، والشباب كانت تشرب كلها، والاصدقاء كلهم يعني يشربون يعني. بس الانسان اللي عنده التزام اخلاقي، هو مو يعني التزام نفسي، التزام اجتماعي، التزام ديني، التزام ديني مو يعني ليس بالضروره. ولذلك كثير من الناس اللي اعرفهم ناس طيبين اللي هم مشروع لمؤمن كان يشربون، وهو شوف الإنسان طيب ومؤمن وهذا، وتقول له مشي الصلاة يجي الصلاة يعني، هو مشروع نقي. لكن البيئة ورفاق التعويد، ما أقول رفاق سوء، لم يكن رفاق سوء يعني، حتى وإن كان يحتسون الخمر يعني، ولكنهم هذا يعني فرضوا عليه تصرف معين، ولذلك هو خلوق، ولذلك كان أغلبيته في السبعينات خلوقين لكن يشرب يعني. هذه الموبقة شلون دخلت؟ دخلت من خلال التنميط والجو والبيئة التي اعتادت عليها. ذلك اختيار الأصدقاء واختيار البيئة واختيار هذا أيضا تؤثر. لهذا الآن اللي العوائل اللي تفكر بالهجرة يعني، وهذه المستقتلة على الهجرة، مستقتلين على الهجرة، ولا يعرفون انهم ينتقلون الى النار، والله ينتقلون من الرمضاء الى النار. روحوا شوفوا هناك
بيئة مختلفة، عالم مختلف، قوانين مختلفة. بتحكي يا مرتك جيبي لي أكل وما أدري شنو، أسرح اشتكتها روح فصل يلا. ما تحكي يا مرتك إذا بعد تدخل البيت هذا، بنتك إذا جابت واحد وقلت له هذا رأسا روح حبس، ما توصل هذا البيت بعد. الطفل إذا أمه شوي قلت له الله أضربك، راح قالها للمدرسة وما ضربه، يأخذوه يحطوه في عائلة أخرى مسيحية يهودية كذا، هذا تربيه ما تشوفيه طول عمرك. بعد 20 سنة يجيها هاي مام، وصارت عندنا عوائل أنا حكيتها ما أعرف، سيدة مسيحية عراقية جليلة رائعة، هم شوية صارت عصبية على ابنها، أخذوه لابنها وودوه لعائلة أخرى. بعد من صار شاب جاها أم يا جماعة أم فتشيل تحضن بيه، تقول عبالك ده أحضن بزونة، يعني حتى البزونة هم هذا. هاي مام، هاي مام، أروح أروح هذا إجا هلو إيش ماكو أي روح. هاي طالع منها إنسان، طالع منها روحه وجسده ودمه كله منها. يعني البيئة تختلف، أخوان المجتمع يختلف، التقاليد تختلف. وكثير من الناس والشباب والعوائل أنا أشوفهم يفكرون بالعودة يعني، وكثير من العوائل توصل بناتهم 14 وأبنائهم 15-16 يرجعون، بس هم طبعا راح يجنون عليهم خطية، لأنه هذول صار لهم أصدقاء هناك، صارت لهم بيئة، صار لهم مجتمع. أنا ألتقي بالشباب هناك، يعني يقول له الأبو أمامي، يقول له بابا هذا، هاي أنت بلدك، أنت ولدت فيه عشت بيها، بس أنا عشت هنا، أنا هذا بلدي، هاي أصدقائي، هذا مجتمعي، هذا أنت ذيش بيئتك، دي تروح روح، بس أنا ما أقدر أعيش بذيك البيئة. صحيح خطية، هذا مسكين، أنت تجي الزرعة في أرض أخرى وتجي تقول له لا أنت أرجع وياي لبيئة أخرى، ما يصير، هذا الدمرة أنت راح تعقده تأذيه. لذلك كثير من الآباء يحسون بهاي المسألة ويتوقفون، يعني ما يعودون مع أبنائهم إلى البلد بسبب أنه يقول لك خطية، ذولا اعتادوا اعتيادا كبيرا على بيئة، على جو، على شيء من هذا القبيل، ولذلك تصبح مشكلة، مشكلة كبيرة. ولذلك كثير من الآباء والأمهات يقول لك خلاص يعني علي خطية من أجل ذولا، تعودوا ذولا بيئتهم أصدقائهم مجتمعهم وهذا، ويبدأ عادي هم ينحرفون شوي، شو خطية وهذا المجتمع عايش بيهم شو هم راحت، وبالتالي يبدأ يتنازلون، بعدين يدخل بالمخدرات وخطية وما أدري إيش وهذا، بعدين يدخل بالمثليات وخطية والبيئة وش تسوي ما أدري شنو. يعني تصور أنا في هذا في الصيف أكون في أوروبا، يعني عائلة عراقية بتهم بالابتدائية هاي أمامي حصلت، يعني المدرسة تقولهم بأنه زواج المرأة بالمرأة هذا الشيء الطبيعي هو، وزواج الرجل بالرجل هو الزواج الطبيعي، ويجب أن تأيدوا أنتوا يجب هذا. قامت واحد طالبة قالت له بس احنا عندنا بالدين ما لنا حرام. قالت له شنو حرام شنو؟ يعني انت ضد هاي المسألة؟ قالت له ايه انا ضد هاي المسألة. روحوا جيبوا الأب جيبوا الأم جيبوا مدري شنو هذا اسمه، احنا يعني هم خوش تصرفوا، يتصرف مرة ثانية اذا علمتم بيتكم ان زواج المثليين حرام ناخذها ونحطها في بيئة اخرى. ماكو، تعلموهم انه الرجل يجب ان يتزوج الرجل والمرأة يجب ان تتزوج المرأة، اي كلمة اخرى نحبسكم وناخذها. سكتوا، اسمه البنية بابا بنتي سكتي، يعني هذا مجتمع ولا تحكي هاي الله يخليك وهذا. بس هذا الطفل ما يقدر هيك، ما عنده عقل، ما عنده عقل يقول له لا انت هاي ترى القناعة خطأ بس انت لا تحكيها. هذا طفل، انت راح تقتله، راح تنمي به مشاعر عظيمة سيئة جدا. لذلك احنا الان عندما ندعو هسه في هذه الليالي السحر، ندعو ان الله يصوننا ويصون ابنائنا، يعني هذه واحدة، فشو يصون ابنائنا؟ واحنا نزرعهم في بيئة أو نعطيهم في جو أو نضعهم في مجموعة أصدقاء وهذا، أنت مو تدعو ربك أنه ربي أصلح حالي وأصلح حال عائلتي وأبنائي، وأنت ما داير لهم بال، لا موفر لهم شيء ولا مهتم بهم نفسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا ولا اقتصاديا ولا غيرها.
بالتأكيد الدعاء هذا إن لم تهيئ أنت ظرف الدعاء وتهيئ الأشياء المادية، المادية ليس المقصود الفلوس الماتيريالز يعني الأشياء الماديات، هذه بالتأكيد الله لن يقف معك. يعني أنت الذبة بالنار وتقول له إياك أن تحترق، يعني الشديدية والذبة بالنهر وتقول له إياك أن تغرق، يعني اللهم لا تغرقه، هو شديدة وذبة بالنهر يقول له يا رب غرق. لا أخوان، بالتأكيد عندما ندعو الآن أن الله يصوننا ويصون أعراضنا، حتى الآن اللي يصون اللهم صون أعراضنا، وهذا أنت تعاملت مع زوجتك باحترام، تعاملت مع بنتك باحترام، تعاملت مع هيئت لهم شيء من الكفاف اللي يحافظون به على كرامتهم وعفتهم وشرفهم، هذا لا أنت كلها يضاربها واللهم أحفظهم. بالتأكيد أنت قائم بخطأك، طبعاً الإنسان اللي ما عنده بالتأكيد الله يعني بالتأكيد يكون الأجل، بس إذا أنت عندك إمكانية وعندك هذا وأنت تسعى لتهيئة ظرف آخر اجتماعي ونفسي وحياتي، وتسمح لهم يعملون كذا ويسوون، وتسمح لهم بالدخول على الفيس بطريقة معينة، وتسمح لهم أصدقاء، وتسمح لهم بحفلات معينة، وتسمح هذا، واللهم احفظ أعراضنا وأبناتنا لا هذا أعتقد شيء. الآن الدعاء يجب أن يكون دعاء موضوعيا، أنت تهيئ هذه هي لحظات الدعاء مو سائب. أنا دائما حتى أقول لنفسي حتى عندما أدعو أنا شخصيا، زين أنا إيش سويت لهذا الدعاء؟ اللهم ارزقني هذا، أوكي اللهم ارزق، زين أنا إيش سعيت لهذا الرزق؟ اللهم انقذني من الحالة الفلانية، أنا سويت لكي أنقذ من هذه الحالة، اللهم ابعد عني شرور فلان وفلان، حلو، أنا سويت لكي أبتعد عنها. الأمور اللي تخصك يجب أن تمارسها، وبعد ذلك العون من الله سبحانه وتعالى، بس أنت مو ذابح على الغارب وتأتي اللهم ساعدني وهذا، وأنت ما مساعد نفسك يعني. لهذا أيضا الدعاء الآن يجب أن يكون بعودة للذات. طبعا أنا حالة الواعظ لا أحبها لنفسي يعني، لأنه لا أملك أفضلية على الناس لا بالديني ولا بالتقوى ولا بالثقافة ولا شيء. حالة الوعظ ما أفضلها يعني، لأنه الإنسان هو تصرف فيه وعظ، إذا كنت تريد تعظ الناس أخلاقيا واجتماعيا أنت كن نموذجا أخلاقيا علميا وغيرها. ولكن نحن أنا أتكلم الآن نحن في حالة دعاء، هاي حالة الدعاء يجب أن تكون بها فيها جانب ذاتي، انطلاقا من الذات وبالدعاء، أنا سويت لهذه القضية، أنا إيش فعلت، فعليه من أدعو ربي أيضا أواعد ربي أنه راح أساعد نفسي أو أساعد فلان على خلاص فلان قضية فلان قضية فلان قضية فلان قضية، وأدعوك ربي أن تبارك بجهدي وبفعلي وبغيرها من الأشياء يعني. هذه أعتقد أنت من يخلص رمضان أنت محقق شيئين، حقق البركة ومحقق أنك عدت إلى نفسك بأشياء وقررت أن تتخذ قرار، وأيضا حصلت رضا الله ووقوفه إلى جانبك. لهذا رمضان بجانب جانب إيجابي موضوعي يعني، هذه اللحظات مارسها كل أهل البيت عليهم السلام، وأيضا بعض الصحابة المنتجبين كما قلنا الصحابة كان لهم دور كبير جدا، الصحابة المنتجبين الذين رفعوا راية الإسلام ورفعوا راية الحق ورفعوا راية الإسلام الحقيقي وليس الإسلام الأموي، إسلام السيف، إسلام القتل، إسلام هذا، إسلام الاستعراض، إسلام اعتداء على الناس وأخذ ممتلكات الناس وفيء الناس وأعراض الناس. يعني أنت لو تعرفون السيف الأموي ماذا فعل يعني حقيقة أنا كنت أقرأ ويل ديورنت في قصة الحضارة، وهو من أعظم الكتب عن الحضارة الإنسانية، كنت أقول ويل ديورنت متحامل على الإسلام، ولكنه بعدين شفت رجل موضوعي جدا في طرح أشياء كثيرة يعني، عندما يقول بأنه عندما وصل الجيوش الإسلامية الأموية إلى السند يعني يطرح قضية وجهة النظر الإسلامية ويطرح وجهة النظر الهندية، يعني طريقة
حقيقة يخليك أنت تفكر أنه المسلمين جاوين نحن جئنا لأنهم تسلمون لو ما هذا، فكانوا يحتفلون بالزواج، طبوا عليهم أسلم تسلم، أخذوا أموالهم، أخذوا أسوالهم، زوجوهم نفس الليلة وهكذا، وقتلوا شو اسمه وسيطروا هذا من أجل، وقالوا الله أكبر، رفعوا راية الإسلام وغيرها، لأننا مكلفين بذلك، وقلنا لهم أنتم أسلم تسلم، ما أسلم قتلنا. هذا هكذا. بالجانب الآخر يطرحك وجهة نظر الهندية، يعني شلون كانوا قاعدين وآمنين وجاءهم جيش آخر بدون أن يعرفون عنه شيء، بدون أن يعرفون عن شأن الإسلام، رأسا سيف أسلم تسلم وطير كل شيء، وبالتالي هم لم يكن لديهم استعداد يعني، وبالتالي حصلت. وجهات نظر موضوعية تخليك تشوف بأن الإسلام الأموي إسلاما لم يكن كما يريده الله ورسوله. يعني الرسول كان يطالب أنه أولا تلقى عليه الحجة، ذلك أبو الحسن. ليش دائما نقول يجب أن نعود إلى أهل البيت أخوان؟ يعني هل سيف علي كسيف خالد؟ يعني مع احترام الجليل لخالد، يعني علي بن أبي طالب كان يقف ولا قف يلقى عليه الحجة أنه هذا الإسلام، وقال وما يعني؟ قال قل لا إله إلا الله، اقتنعت على طرق. ارجع، يقول له لا أقاتلك، قاتل، يعني مو قضية أنه لازم أقتلك، أنت ما دام مختلف معي أقتلك، لا أنا أطرح عليك، اقتنعت اقتنعت، ما اقتنعت ارجع لا تقاتلني. وذلك كان الإمام أبو الحسن في فترة من الفترات يعني في معركة أجهز على الخصم، وخلاص يعني كان صارت مبارزة وكان يجب أن يجهز عليها، فهذا الفارس شافها إهانة أن واحد جاثم عليه وهو فارس عظيم، فكان يريد يخلص من الحياة، فبسق في وجه الإمام علي عليه السلام. هو كان ناوي أن يجهز عليه، ولكن عندما بسق بوجهه قام الإمام علي مقتل، مسح وجهه الكريم. قالوا له بعد ذلك الصحابة ليش مقتل؟ قال لهم لا، كنت أخشى أن أضربه الضربة الأخيرة وكانت قد تكون ردة فعل لكرامتي لأنه بسق بوجهي، فأردت أن تذهب روعي ونفسي بعد ذلك أجهز علي أو قتل أو قاتل. بس بتلك اللحظة لا، صارت مسألة شخصية وأنا أريدها لله سبحانه وتعالى. لاحظ أكو قضية، قضية أخلاقية بالموضوع، قضية ربانية، مو قضية قتل من أجل القتل، تعالوا أنتوا دفعون الزكاة لو نقتلكم، يعني كلام طويل في هذا الجانب، سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن في هذه اللحظات الرائعة. اليوم كنت أتصفح واحدا من كتبي لأقرأ سيرة بعض من الصحابة، واليوم كنت أتصفح في موسوعة الصحابة كما أفهمهم، وهو من 10 أجزاء، في الجزء الثاني كنت أتصفح سيرة واحد من الصحابة الأجلاء والعظماء، هو معاذ بن جبل. معاذ بن جبل شخصية في غاية الروعة، كان حكيما حصيفا حاذقا مؤمنا كيسا عالما جليلا، ولشدة حب الرسول له واحترامه لعقليته فإنه جعله قاضيا على اليمن، ولم يتجاوز عمره 26 سنة، وكان حديث العهد بالإسلام، وقد أعجب به الرسول كثيرا منذ اليوم الأول للقاء في بيعة العقبة الثانية.
تعرفون أهل المدينة بايعوا الرسول في العقبة الأولى، كانوا 14 شخص، اللي طبعا هي هؤلاء الأربعة عشر جاءوا بعد أن أرسل الرسول الصحابي الجليل مصعب بن عمير، أرسله إلى المدينة ليفقه الناس، وبالتالي أقنع وآمن به 14 نفرا في البيعة الأولى. وفي البيعة الثانية لا، كان العدد أكثر من 70 شخص فجلبهم. معاذ بن جبل كان في المجموعة الثانية. معاذ بن جبل كان شابا صغيرا مترفا من عائلة غنية، وكان سيده يعني رئيس قبيلة اسمه أسد بن خضير. وكان في البداية هنالك موقف من الإسلام بالتأكيد في المدينة، وكانوا يمنعون الناس من الالتقاء بمصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان سفير الرسول إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها الرسول. ففي بيعة العقبة الثانية جاء هذا الشاب المتوقد الوسيم المهذب الأنيق، مصعب بن حذيفة معاذ بن جبل، والتقى بالرسول. ومنذ اليوم الأول كان الرسول يحس بأن أمامه رجلا وشابا متقدا ذكيا سيدخل الإيمان إلى قلبه، وقد تشبع بالإيمان والتقوى والقرآن من خلال التساقه بالرسول بعد هجرته إلى المدينة، وأصبح لسيقا بالرسول الأعظم، وبالتالي تفقه. ولذلك الرسول أرسله كما قلنا قاضيا على اليمن. واحدة من لمحات معاذ، طبعا كانوا جالسين مع الصحابة، فقال له الرسول، أهل اليمن قالوا يريد أن يقضي لنا. طبعا الإمام علي بعد ذلك أرسل أيضا قاضيا على اليمن يعني، لكن تلك الفترة الرسول كان يريد الإمام علي إلى جانبه، كان يريد معاه في المدينة، اقتضيات معينة. لذلك الرسول مثلا أخذ الإمام علي في كل غزوات إلا أحد الغزوات، قال له ابقى أنت، احفظ يعني أن تكون بدالي هنا، ويعني وأنا أقود الغزوة، وبالتالي هذه الواحدة، وكان بأمر من الرسول، مقتضيات معينة يعني. ولذلك الرسول كان يريد عليا في أماكن معينة هو يريدها، وفي أهداف معينة هو كان يعلمها أكثر منا. ولذلك أمام الصحابة فقال له يا معاذ، وكان شاب صغير 26 سنة، سأرسلك إلى اليمن قاضيا، فبما ستقضي؟ قال سأقضي بكتابك، بكتاب الله وما أنزل عليك، وبسيرتك، يعني أنت اللي مارست ورغيت عليه هذا، وباجتهادي، كتاب الله وبسيرتك وباجتهادي. طبعا هاي كلمة اجتهادي كانت وقعت وقعا عظيما. أبو بكر كان متأثر يعني منزعجا جدا، عمر أراد أن يفتك به شديدا كان عمر، وكان أي رأي يعني. وبعض الصحابة كثيرا تململوا، قال نعم الرأي، رأيك يا مصعب يا معاذ. وبالتالي كانت هذه ساعقة كبيرة جدا لدى الصحابة، الاجتهاد، اجتهاد بوجود القرآن ووجود الرسول، أحد يجتهد. كانت في المسألة غير مقنعة لبعض العقول التي كانت من الصحابة، ولكن طبعا علي بن أبي طالب قالها قبل ذلك يعني، حتى عندما يعني طبعا علي أكبر من معاذ ببضع سنوات، هذه قالها أيضا علي قبل ذلك. ولذلك معاذ جدا كان مقتنعا بها وأيدها الرسول يعني. ولذلك ذهب إلى اليمن قاضيا، وكان من القضاة الرائعين. وبعد وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طبعا عاد معاذ إلى المدينة، وأصبح قريبا من الصحابة، وله موقف من الخلافة، ولكنه كان
قريبا جدا. حاله حال أبو الحسن علي بن أبي طالب، كان لديه موقف ولكن كان يقول هذه دولة الإسلام، علي أن أقف معها في الرأي، في الحكمة، في المشورة، في شيء. فكان يستشيرونهم، ومن ضمن الناس الذي كان يستشيرونهم كان هو معاذ بن جبل، رغم أنه كان هنالك يعني شيء من الخصومة بين معاذ وعمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كان قد أراد أن يحاسب معاذ على المال الذي جيء به من اليمن. قال له: أرسلك الرسول قاضيا بحال وعدت بحال. قال: نعم، إنه بجهدي وبعملي عملت هنالك وكسبت مالا وعدت به، وهو مال بسيط. قال: ولكننا سنصادره. قال: خذه ولكنه مال حلال، أنا اجتهدت فيه وعملت فيه وهو مال بسيط. يعني بعد ذلك طبعا عمر اقتنع بأن هذا المال مال حلال، وبالتالي لم يحصل معه. لكن طبعا عمر كان يحاسب، يعني دز أبو هريرة إلى البحرين، دز والي، فبعد فترة إجا صار عند قصر فأرسل عليه قال: بعثتك إلى البحرين بلا نعلين، من أين لك هذا؟ في القوه. فضربوا أبو هريرة فلق في المسجد. كان تصير يعني، ما يقول لك صحابة كانوا ما يختلفون، لا كانوا يختلفون، كانوا كحكم. عمر فلق هواية من الولاة، يعني شو ما كان تصير خلافات، بشر يعني. أبو هريرة فلق، أبو هريرة ضرب فلقة من قبل عمر بن الخطاب عندما كان خليفة. يعني شنو المشكلة؟ وهي في المصادر السنية، يعني واقف في المصادر، مو مصادر الشيعة. يعني عثمان فلق أيضا، يعني والي الكوفة أيضا، وهو شخص من أجل الصحابة، يعني من أعظم الصحابة، ولكن مع ذلك فلق في كان تصير. يعني هذه مسألة أنه الصحابة كانوا سمنة على العسل، لا، كان تصيرهم بشر، تصير بيناتهم شيء، وكان تصير بيناتهم مشاكل. وهذا وذلك عبد الله بن مسعود فلق. عبد الله بن مسعود شخصية جليلة جدا وعالم جديد، وأهل الكوفة وقفوا وراءه قالوا: والله نحمل سيوفنا لو عزلوك. عزلوه الأمويين، عزلوه اللي كانوا مسيطرين على حكم الخليفة عثمان. عثمان كان رجل طيب، ومسيطرين على مروان وغيره من الأمويين، ما يصرف لهم عبد الله بن مسعود، فخاطر يغيروه يجيبون واحد أموي يعني. فشوهوا الصورة لعثمان، دز عليه وقال لهم: فلقوه فلقوه في المسجد. عبد الله بن مسعود فلق في المسجد، ضرب فلقة، ضرب فلقة، وكل المصادر السنة تذكر ذلك. عبد الله بن مسعود، يعني أبو هريرة، عمر بن الخطاب ضرب فلقة في المسجد، شدوه ضربوا فلقة، فلق. يعني هذه كل المصادر تذكر، كل المصادر قاطبة. يعني فهذه قضية أنه هذه القدسية لا أخوان، هذول بشر، يعني هم صحابة رسول الله، وهم الذين نقلوا الإسلام، ولهم منزلتهم عند الله ورسوله، ولكنهم بشر. يعني هذه القضية يجب، القدسية هاي أنه يعني المبالغ فيها، يعني هم يستحقون القدسية، ولكنه أن تنظر لهم نظرة أنهم لا يخطئون وغيرهم، لا. يعني يجب أن ننظر للأمور، ولكن لا يسبون ولا يشتمون ولا يلعنون إلا المنافقين. منافقين مروان ومعاوية وغيرها هؤلاء، نعم، بعض من المنافقين ما نذكر أسمائهم طبعا، هم 15 واحد، يعني ذكرهم القرآن وتكلم عنهم. المؤمنين الذي ارتدوا بعد إيمانهم، في القرآن الكريم يقول الذين ارتدوا بعد إيمانهم، من هذول؟ يعني كانوا ناس مؤمنين وبعدين ارتدوا،
ليسوا كانوا جزء من الصحابة وارتدوا يعني. ولذلك مو حروب الرد، لا ارتدوا يعني بعضا، وبقى منافقين صاروا، بقوا يخفون جزء من هذا، وكانت أفعالهم تدل عليه. لذلك كانوا يستدلون عليهم من حبهم وبغضهم لعلي، فاللي يكره علي قالوا هذا إذا منافق. هذا الذي نزلت فيه الآية التي تقول الذين يعني تركوا إيمانهم بعد ارتدوا بعد إيمان، توحدوا هذا المنافق. هكذا كانت، وهذا قول لأم سلمة، أم المؤمنين، أم سلمة أمهات المؤمنين. أليس كلام أمهات المؤمنين مقدس يعني؟ ليس مقدس يعني؟ ليش نفرق بين واحدة من بني أمهات المؤمنين ونفرق بين أم سلمة يعني زوجة الرسول؟ هذا قول أم سلمة. من يبغض عليا فهو منافق، وهو من يحب عليا فهو مؤمن. وهذا ما سمعته عن رسول الله، تقول أم سلمة أم المؤمنين زوج الرسول، أم سلمة تقول ذلك، رضوان الله على أم سلمة. أليست أم مؤمنين هاي؟ زين ليش بنقتدي بكلام هذا؟ فإذا هذا الكيل بمكيالين، يجب أن شوي نعيد النظر به يعني. ولذلك كما قلنا، الاهتداء إلى المنافقين أو المرتدين كان بحبهم وبغضهم لعلي. الله سبحانه وتعالى وضع في علي شيء، أنه معيار الحق مع علي أينما دار، أينما يدور علي فالحق معه، هكذا قال الرسول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا علي، لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، هذا قول الرسول يعني، رسول من جيبه طبعا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنالك معيار. طبعا احنا مو نتصور بعض احنا بدنا نقدس علي، هذا لا، رجل قدس علي نجني هل ابن عم الرسول وزوج البتول وابناء الرسول منه وباب مدينة علمه ورباه الرسول وعلمه الرسول، لذلك احنا نجله، احنا مو نجله لانه نزيد عليه ما لم يعطيه رسول الله. هذا لذلك احنا نعطيه هاي الاهميه، لانه باب مدينة علم رسول الله، ابن عم رسول الله، تلميذ رسول الله، ابن رسول الله، اولاد رسول الله منه، اقرب الناس اليه، وبالتالي هذه المنزله التي اعطيت لعلي، لذلك نجل عليا بسبب إجلال الرسول له، هو الشخصية الثانية بعد رسول الله، وقدسيته جاءت من قدسية الرسول، واحترامه جاء من قدسية الرسول عفوا. ولذلك لا قدسية إلا لله ورسوله، ولكن هنالك إجلال لعلي بن أبي طالب، وهذا الإجلال وهذا الاحترام قادم من حب علي. ولذلك كما قلنا، نعود على بدء، أن شخصية معاذ بن جبل شخصية عظيمة، ولهذا عندما أصبح قاضيا كان شخصية في غاية الروعة. ولذلك كما قلنا هنالك رأي ما بينه وبين عمر، ولكن مع ذلك عمر كان عندما تواجه مشاكل يروح إلى معاذ ويسأل معاذ وهو صغير يعني، حتى أن معاذ سكن الشام، كان شاب صغير عمره 30 سنة يعني. في زمن عمر يعني، ابتعد عن المدينة، شهد أن هنالك يعني أفضل له أن يعيش في الشام. وعندما وفي الشام أصبح فقيه الشام، الناس تلتف حوله وتتقرب إليه، وهو صاحب رسول الله. وعندما توفى عبيد الله الذي كان واليا على الشام، أهل الشام طلبوا أن يكون معاذ واليا على الشام، ولهذا استجاب لهم عمر. عمر يعني شوف كل الناس، وجاء وفد من الشام قالوا نريد معاذ أن يكون واليا، هو صاحب رسول الله وقاضينا وإمامنا وفقيهنا و أصبح واليا على الشام. ولكن العمر لم يمهله كثيرا، سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنكمل الحديث
عن تلك الشخصيات الرائعة العظيمة من الصحابي الجليل معاذ بن جبل. صحابة رسول الله هم أولئك النجوم الذين كانوا في سماء الإسلام، وسنختار في كل ليلة واحدا من الصحابة الأجلاء، فإن إجلال الصحابة هو إجلال لرسول الله. ولكن كما قلنا هنالك بعض من المنافقين الذين يجب أن نفرقهم ونفرق ما بين الصحابة النجباء وما بين بعض من المنافقين يعني. ولكن طبعا هذه لا تعمم ولا هذا، أما حسابهم ومن هم هذه عند الله سبحانه وتعالى. فمعاذ استلم الولاية في الشام عمره 30 سنة. طبعا هنا هنالك شيء أنا بدأت أحس به بالتاريخ يعني. فمجرد أن استلم الولاية أشهر، فهذه الفترة كان الأمويين قد لعبوا دورا كبيرا جدا في الشام وجعلوا الشام هدفا لهم. ولذلك بعد فترة وإذا بالمرض يداهم معاذ بن جبل ويموت وعمره 32 سنة، ذلك الشاب العطر الوسيم الأنيق المثقف العالم الفقيه الجليل الكيس يموت في عمر 32 سنة، ذلك الذي أفقهكم يعني. كانت هناك مجموعة والله يوم القيامة عندما يأتي الفقهاء سيكون معاذ من بينهم. ووصفه الرسول بكلمات رائعة، مات بطريقة غامضة يعني معاذ بن جبل. في هذه الأثناء كان هنالك ضغط على عمر بن الخطاب أنه يسوي توازن ما بين، لأنه لا يوجد ولا أي شخص من بني هاشم من قريش في السلطة، لا قائد جيش ولا والي ولا، فقال لهم غير معقولة بني هاشم مهمشين، خلي واحد من قريش، جيب لنا واحد أموي. هذه الفكرة جدا نضجت بعد وفاة، فجابوا يزيد بن أبي سفيان وضعه في الشام. هنا توغل الأمويون توغلا كبيرا في الشام. وعندما مات يزيد بن أبي سفيان قالوا يجب أن تولي إذن أمويا آخر، فكان معاوية شخصية لا وجود لها، لا وجود لها، هامشي جدا. فقالوا ضرورة السياسية، وعمر فكر بالجانب السياسي الآن التوازن، لأنه يعني ما معقولة قبيلة الرسول ما بها، فوضعوا معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام. وهنا بدأ المشروع الأموي الذي ترون القتل والذبح وغيرها من أجل قيام هذه الدولة الدموية يعني. ولذلك أنا أعتقد بأن الأمويين كانوا يشتغلون شغل كبير يعني، حتى أن هنالك الآن دراسات تقول بأن موت الخليفة عمر كان بتخطيط من معاوية، لأنه عمر بن الخطاب سمع بأخطاء معاوية وحاسب كل ولاة، ولكن كانه لا يحاسب معاوية لأنه يعتبر الأمويين ثقل مهم جدا. ولكن الناس كلها بدأت تتكلم عن معاوية، قال والله لا أعزلنه. مجرد قالها بعد فترة يعني حصلت اغتياله من أبو لؤلؤ الفيروزي وبتحريض من بعض، ويقال الأمويين ويقول تحريض. هنالك دراسات، هذه دراسات مشعية، دراسات في الجزيرة العربية في السعودية الآن، هذه الدراسات الآن موجودة يعني بدأت تظهر، اسمها مقتل عمر، تتكلم عن أن هنالك آراء، وهذه آراء وهابية يعني آراء سعودية مو آراء شيعية يعني، بدأت تتكلم أنه قد يكون معاوية وراء هذه العملية. وهنا يبدأ أنه بدأت دراسة تتكلم عن معاذ بن جبل كانت هنالك مؤامرة أموية وراء الموضوع يعني. لذلك الإسلام بدأ بالذبح والقتل والسم وغيرها، شنو سم الحسن، قتل فلان، ذبح فلان، قتل عبد الرحمن بن أبي بكر، حتى أنه بعدين ذلك قتل سيد عائشة من قبل معاوية، سوى له حفرة، وقتل أخوها عبد الرحمن وغيرها. وبالتالي عمليات قتل لمن؟ لأبناء الصحابة،
كل ابناء ابو بكر قتلهم محمد بن ابي بكر، عبد الرحمن ابن ابي بكر، وعائشه بنت ابي بكر، كلهم قتلهم معاويه يعني. وبالتالي عمليه هذه شغل بدا منذ صدر الاسلام يعني. فارجو ان ننظر الى الدوله الامويه نظره بعيده عن السنه والشيعه. من قال الدوله الامويه سنيه؟ الدوله الامويه لا سنيه ولا شيعيه، بالعكس يعني. ويجب ان ننظر الى هكذا امور بصيغه عندما نحكم على هذه الدولة المسخ الدموية، بالتأكيد سنوحد الإسلام. أما لا، معاوية والدولة الأموية مقدسة لأنها سنية. من قال سنية؟ هي ضد السنة، غيرت السنة، دمرت السنة، فهي ليست سنية بالعكس. وأقولها المرة ألف، السني الأول هو علي بن أبي طالب، أكبر سني هو علي بن أبي طالب. وشنو السنة غير الاقتداء بسنة الرسول؟ زين، ما هذا علي بن أبي طالب تمسك بسنة الرسول 100%، زين، هذا كبير السنة، ليش متمسكون به؟ السني الأول هو علي، فليش معتبرين معاوية سنية وعلي شيعي؟ لا، علي سني ومعاوية. هذه الأفكار يجب أن تسود الآن لتوحيد الأمة، لا أن لا 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 سكتوا الدولة الأموية ومعاوية عظيم وخال المؤمنين وما أدري شنو وهذا ورضي الله عنه وأمير المؤمنين، لا لا، وعلي بن عم الرسول ورضي الله عنه. هو هيك شنو تضحكوا على منه يعني أنتم؟ شو طمطمون على شنو؟ هذا تاريخ وفكر وفقه ودين وتحق وباطل وتقوى، شنو هو تلزق هي شنو؟ ابرو عندنا ابرو نسوي طياره ورقيه. بالتالي الامور اخوان يجب ان يظهر جيل يفكر بعلميه لقتل الطائفيه. الطائفيه لا تقتل الا بالعلم وبالعوده الى الجذور. ام والله كل شيء مقدسين كل شيء، هذا اعتقد عملية في غاية الخطورة. ولهذا تحدثنا اليوم عن هذا الصحابي الجليل وهو معاذ بن جبل، ومو شيعي، ما له شغلة بالشيعة ولا هذا، بس واحد من الصحابة الأجلاء الذين أجلهم رسول الله. وبذلك أقول لكم سحورا طيبا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.